رح اتجوزها لفيفيان. مش عم صدق انه بكره حيتجوز خطيبته بعد كل شيء صار بينه وبين لورا. ليه هيك عملت فيي ليه؟ انا ما عملت شيء وفي ضل هون ولا ثانية بقى. وين بصير راسي يا بيي وين؟ ليه تضحك علي؟ كيف فيك تعمل اللي بدي اياه؟ طب ليه ما سأل عنا؟ خربت كل شيء ليه؟ ليه هيك عملت ليه؟ ليش ما رجعتي على بيتي؟ فوتي نامي. شو صاير معه؟ معقول ترجعي على بيتك؟ تردين عن امك؟ اخر الليل. الو نادين؟ انا زينة. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.